طب انت ما خفتش يا كابتن وانت رايح تلعب للزمالك بعد ما كنت بتلعب في الاهلي وبرضه جمهور الاهلي بيحبك، يعني انت مش ماشي من الاهلي وانت الناس مش حباك، انت بيحبوك، ما خفتش من القرار؟ اصل هو انت مش غصب عنك، لان مش انت اللي سايب النادي الاهلي، انا فاهم، هم اللي بس برضه انت فاهم الجمهور مع يعني برضه مع حساباته مختلف. بس طبعا انت ساعتها مع الاحترام للاسماعيلي، وانا كان نفسي العب للاسماعيلي، وانا قلت لك المره اللي فاتت نفسي العب للمصري، نفسي العب للاتحاد، دي فرق شعبيه وليها ناس ويحبوا لعيبه الكوره بالذات الاسماعيلي، صح، ولكن في مصر اهلي وزمالك ماشي، الجرايد كل حاجه اهلي وزمالك، الاهتمام الاكبر الاهتمام يعني. التلفزيون، الحاجات دي كلها اهلي زمالك، فانت خلاص مشيت من الاهلي وانت عندك 26 سنه؟ لا، الزمالك. طب انا عايز افتكر معاك كده، انت ليه مشيت من الاهلي؟ مع ان كانت سنه 94 دي انت كنت عامل موسم سوبر يعني في نص التسعينات. وألان هاريس نفسه كتب في التقرير بتاعه ان انا نمره واحد يعني، مع ان الفرقه كانت مليانه نجوم، لكن بالنسبه له كنت ما انت ما كنت ساعتها مش عارف يعني، كانت حاجه ربنا كان كانت ماشيه معاك حلوه قوي، كنت مركز قوي وكانت ماشيه قوي وجوانه. انا قعدت 5 اسابيع الاولانيين نجم الاسبوع، كان في الاخبار اليوم كده يجيبوا كده اخر الاسبوع لازم نجم الاسبوع، كنت تلقائي كده افتح الصفحه الاقي محمد عبد الجليل نجم الاسبوع، 5 اسابيع 6 اسابيع ورا بعض والله كريم، وبعدين قلت اسبوع، بعدين بقيت مش يعني 7 مرات ورا بعض ماشي. حتى الكابتن جوهري لما راح مسك الزمالك بعد ما كسبنا الزمالك 3-0 وراح مسك الزمالك تاني يوم فبيسالوه قال لهم عبد الجليل وصل فورمه عاليه قوي مره واحده ماشي، لان انا فعلا ختمت 93 بجون المحله اللي انت قلت عليه وبعدين رحت لادن في 94 فكنت اعلى فورمه في مصر ماشي، كنت مركز وتمرين، فقال لهم عبد الجليل وصل فورمه بدري في نص الموسم هيحصل له دروب ماشي ولازم يطلع منه تاني، وفعلا بعد في الدور بعد الدور الاول حصل لي دروب شويه ماشي، وبعدين فوقت تاني، فده امر كان طبيعي ماشي. يمكن برضو يعني ممكن ان انا سافرت الامارات، قلت لك كانت دوره رمضانيه واتاخرت فيها وكده، فدي زعلت الناس منك شويه، زعلت بس يعني مش ده السبب، الناس يعني كان لازم اتسامح، ده في ناس عملوا بلاوي وبيتسامحوا، وفي ناس عملوا بلاوي وقتها وكتير انت فاهمني ماشي، بس هو كان الاعتقاد ان عبد الجليل بيلعب سنه وسنه لا سنه وسنه لا ماشي. انت فاهمني، مع ان يعني قلت لهم والله خلاص ده انا عارف يعني طريقه التركيز ايه و94 وهكسر الدنيا انما للاسف القرار اتاخد، المجلس انقسم نصين، نص قال ونص قال لا. حلو. اللي ادى القرار كابتن الله يرحمه طارق سليم ومحمد رمضان ان انا امشي، لان مدير الكوره كان كابتن محمد رمضان مدير الكوره بالانابه لانه كان مدير كوره هو كابتن طارق سليم، بس أيوة. كابتن طارق كان بيسافر على طول ماشي، فادوا القرار ان انا امشي وخلاص مشيت. النهارده ايه اللي حصل بقى عشان الزمالك يدخل الفجر؟ لقيت عادل عبد الرحمن بيكلمني بيقول لي ده المستشار جلال والمستشار مرتضى والمستشار احمد عبد الله الله يرحمه مستنيين عشان الاهلي سابنا، محمد رمضان كلمني قال الاهلي سابنا، قلت له يا عادل الاهلي سابك انت، انت ما تعرفش تلعب، انا لا والله يا عادل انت حبيبي بس يا بجد يا كريم يعني، قلت له ازاي انا لا انا ما انا بكلم الكوره يا ابني انت ما بتعرفش تلعب فانت تمشي، قلت له كده بجد والله في التليفون، قال لي بس انت عادل حبيبي اصلي العشر، قال لي بقول لك ايه، قلق وقعد يشتم فيا ماشي، بتبطل تهجيز مشينا انا وانت خلاص ماشي، قلت له يعني قال انا هعدي عليك دلوقتي الساعه 2 الفجر وانت مش مقتنع انه القرار مش خالص مستحيل الاهلي يسيب كلمت رمضان قال لي والله يعني خلاص قال لي وكابتن رمضان كان صاحب يعني كان مش كان صاحبنا ودي من اسباب مشيان رمضان التاني سنه يعني والله. حاجه من الاسباب ان انت تبلغ لعيب الكوره ان انت هتمشيه ده احترام ده صداقه، عايز نعرف من الجرايد تاني يوم. كان لازم تبلغني قبل ما اعرف من بره انا اعرف الجرايد فدي كانت احترافيه من رمضان او شياكه منه النادي الاهلي ما كانش بيبلغ ساعتها كان تعرف من تعرف من الاخبار والاخبار عشان ما تلحقش والله عشان ما تلحقش يعني كان خلاص فاضل ويدي لك اختار قبلها ان انت مش معانا السنه الجايه وشوف بقى حالك لا ما كانش فيه الكلام ده ما كانش فيه حاجه لا بس بامانه كان ليا صندوق لعيبه كان زمان صندوق اللعيبه والله عدى شهر وانا في الزمالك ماشي كلموني وتعالى خد الصندوق بتاعك النادي الاهلي في الحاجات دي لا احترام فوق العاده مش عايز اكلمك فروحت قابلت الناس حلو فكلمك كابتن عادل عبد الرحمن قال لك الناس مستنيين رحت قابلته رحنا في المكتب بتاع المستشار المفترض انت صدقته وخلاص وقفلت كلمت كابتن محمد رمضان قال لك رحت نازل رايح معاه رحت رايح بقى ماشي قابلت ما فكرتش قابلت المستشار جلال المستشار مرتضى
وبعدين عايزينك معانا انت وعلي عبد الرحمن. عايزينك معانا وبتاع. انا قاعد ساكت انا عمال اهز دماغي وخلاص. هنديك 50 في السنه حاضر، هنديك مش عارف ايه حاضر، ماشي، طب مش عارف ايه، طب ليك فوق ال 50 دي من بره النادي مش عارف ايه 30,000 مش عارف ايه، طيب حاضر. ما اتكلمتش، مش مستوعب لسه، مش مستوعب. انا هقول لك على حاجه، انا بعد اسبوع وانا رايح التمرين انت قلت لي نزلت رحت على النادي الاهلي، كتاب الله نزلت نزله الجزيره. انت المفروض تطلع طوال على كوبري فده طبيعي، تخيل طبعا طبعا، بس 12 سنه في النادي الاهلي ومره، ولو ان انا بقى افتخر بقى ان انا من الناس اللي لعبت اهلي وزمالك منتخب مصر. طبعا، ما هو انت في 10 لعيبه، مش اي حد، مش اي حد عملها، مش اي حد يلعب في اهلي وزمالك. طبعا والله العظيم يا كابتن، فانا فخور ان انا 12 سنه اهلي وسنتين زمالك. وبعدين ايه، انا سنتين زمالك خدت معاهم بطوله افريقيا، ماشي، ده في ناس لعبت 10 سنين ما خدتش دوري رمضانية. صح صح، انا راجل، وكنا هناخد الدوري سنتها، بس طبعا الاثنين مديرين الفنيين يعني واحد الله يرحمه.